الحصيلة سجلت 281 حالة إضافية تنضاف إلى العدد الإجمالي الذي كان مسجلا، فيصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء إلى 2564. هذه الحالات الجديدة يجب الإشارة إلى أنه 172 منها سجلت في البؤر التي كنا قد تكلمنا عليها يوم أمس والمتعلقة بوحدات صناعية وتجارية وأنشطة أخرى مختلفة، ونخص بالذكر بطبيعة الحال مدينة مراكش التي سجلت بؤرة مدينة مراكش التي سجلت 142 حالة إضافية من بين هذه 281 حالة ديال هذه 24 ساعة، والبؤرة ديال مدينة فاس التي سجلت 19 حالة إضافية، ثم واحد البؤرة صغيرة في مدينة الناظور هي عائلية سجلت 4 حالات إضافية، وكذلك بؤرة أخرى بمدينة الناظور 3 حالات، ثم بؤرة في مدينة طنجة في واحد الوحدة صناعية 4 ديال الحالات، فيما بؤرة صغيرة أخرى في مدينة طنجة لم تسجل ولا حالة، وكذلك الشأن بالنسبة للبؤرة التي همت إحدى الوحدات الصناعية بمدينة الدار البيضاء. فإذن هذا الارتفاع الذي لاحظناه ثلاثة أيام مرده الأساسي إلى الحالات التي سجلت مجتمعة في مختلف هذه البؤر، الشيء الذي أعطى تغييرا نسبيا في توزيع نسبي للحالات بين مختلف الجهات، حيث اقتربت جهة مراكش أسفي من جهة الدار البيضاء سطات، فأصبحت هذه الأخيرة تمثل حالاتها 27.4%، فيما الحالات التي سجلت بجهة مراكش أسفي أصبحت تمثل 26.6%. بطبيعة الحال هاتين الجهتين متقدمتين بكثير على جهة فاس مكناس ب 14.4%، ثم جهة الرباط صلى القنيطرة بتقريبا 10%، وكذلك الشأن بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة. بالنسبة للوفيات سجلنا هذا 24 ساعة ومع الأسف 5 ديال الحالات ديال الوفاة إضافية، فيصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة منذ بداية هذا الوباء ببلادنا 135 حالة. بالنسبة للحالات التي تماثلت للشفاء سجلنا 32 حالة إضافية، فيكون العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء هو 281 حالة لحد الآن.